لكم مشاهدينا من ممر ميدان وتتواصل فعاليات كأس دبي العالمي فرصتها 18. وبما أننا نتحدث عن السباقات وعن الفروسية وعن حب هذه الرياضة الأصيلة في العرب، معي هنا في الاستديو أصغر معلق على سباقات الخيول في العالم القطري محمد الباكر. محمد مرحبا بك في سكاي نيوز عربية. بما أن أنت أصغر معلق على سباقات الخيول في العالم، تحدثنا شوي كيف دخلت على هذا المجال ومن كم سنة وأنت تعلق؟ والله أنا تعلمت تعليق من علي المحشادي المعلق معروف، وولد خالي ناصر الغزالي. بدأت التعليق من سنة 2008، وكنت أسمع في السي دي أسمع علي المحشادي يعلق، كنت أرد وراه وتعلمت مع المشادي. ومرة المشادي قال لي كان يبي يسمعني فعلقت له وخلاني أعلق على شوط، وعقب تطورت وعلقت على شوط كأس الأمير بلد المفدى في قطر سباق ضرب الإنتاج المحلي. طيب لو تعطينا تجربة، تخيل نفسك أنت في هذا السباق، أكيد علقت على كثير من السباقات الشهيرة والعزيزة على قلبك، اختار لنا سباق واحد وعطنا كأنك في السباق، كأنك تشوف الحين. إن شاء الله. سباق مسافة 1000 متر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. إذا سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، عودة لكم مجددا في مجريات الشوط السادسة الشوط الأخيرة للخيل المهجنة الأصيلة الإنتاج المحلي المسافة 1000 متر البدع شارد بتال غدير وباريا خمس من الجاد في هذا الشوط ينطلق الجود البدع ملك أحمد بن سالم السويدي كالعادة في المركز الأول، وثاني المراكز الأتابعة الجود شارد ملك مشعل بن علي العطية، وثالث المراكز الجود غدير المرشح الأول، ورابع المراكز الجواد باريا ملك مقرنة. لا تزال الصدارة وتابعة مع الجواد البدعة، إذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية البدعة لنا أحمد بن سالم السويدي لنا سليم ولامة في المركز الأول، ومحاولة من الجواد الشارد شارد لنا غدير باريا تحاول باريا، ولكن البدعة إلى الصدارة والمركز الأول. ألف مبروك. ألف مبروك. من تتوقع يفوز بالسباق الأخير، سباق الأهم؟ السباق الأخير عندنا الجواد رقم 4 هنتر لايت، جواد ملك دولفين والمدرب سعيد بن سرور، وعندنا بعد الجواد رقم 7 بلانتر ملك الشيخ جوعان بن حمد الثاني راح يكون قوي بعد، وراح نشوف من إن شاء الله يفوز. تمنياتنا التوفيق لجميع المشاركين، إن شاء الله الكاس يتم في الخليج ولا يروح بعيد. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك محمد الباكر أصغر معلق لسباقات الخيول، وعودة إلى استديوهاتنا في أبوظبي.